السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. علمنا في موقع أخبارنا وفق مصادر مطلعة جدا أن شقيق الملك الأمير مولاي رشيد وفي التفاتة إنسانية رائعة قرر أن يهدي عائلة الضحية قطيعا من الأغنام من الصنف الممتاز، وتأتي هذه البادرة الطيبة للأمير الجليل مولاي رشيد بعد حادث الدهس الذي تعرض له القطع الطفل كان يرعى الغنم بغابة ضواحي المحمدية من قبل مواطن فرنسي. استنكر الكل سلوكه الوحشي واستوجب اعتقاله على وجه السرعة قبل أن يتم إيداعه بالسجن. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.